أقامت محافظة حلب مأدبة إفطار لعمال مجلس المدينة، حضرها محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع الحزب فاضل نجار، وذلك في الحديقة العامة، حيث أكد المحافظ أن مأدبة الإفطار هي رسالة محبة من أهالي حلب لكل عامل مخلص يعمل بجد لما فيه خير الوطن والمواطن وصامت في عمله إلى جانب صمود الجيش العربي السوري في الميدان. إن شاء الله كل سنة وانتم سالمين، وإن شاء الله الأمة العربية كلها إن شاء الله بخير، وإن شاء الله الأزمة كلها تنحل. كل عام وانتم بخير على سوريا، وإن شاء الله الخير لقدام، ومجمعة هالشباب الكويسة بتضل سوريا بخير إن شاء الله. كل عام وانتم بخير لسوريا ولشعب سوريا ولقائدنا المفدى. مبادرات الإفطار للعمال في رمضان تأتي في سياق تقدير المواطنين لجهود العمال المبذولة في الاستمرار بالدفاع عن سوريا وبناء مؤسساتها والحفاظ عليها.